بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: من هو النبي الكريم الذي طلب من ربه أن يشرح له صدره؟ الحقيقة أيها الأحبة، قبل أن نجيب، كلنا اليوم بحاجة لانشراح الصدر، وبخاصة في هذا العصر للأسف الذي ضاقت به صدورنا، لم نعد نتحمل أي شيء، أي منغصات تثير فينا الهموم، أي مشكلة صغيرة لا نصبر، تجد الناس يتعصبون لأتفه الأسباب، يغضبون لأتفه الأسباب بسبب عدم انشراح الصدر. إنه النبي موسى عليه السلام ماذا قال؟ انتبهوا أيها الأحبة، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الله. كأنك أيها الإنسان، انتبه أخي الحبيب، إذا أردت لأمر أن يتيسر فيجب أن تشرح صدرك أولا، يجب أن تطلب من الله وتدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك للقرآن، للإيمان، أن تتذوق حلاوة الإيمان. ستجد أن أمورك ميسرة بشكل أوتوماتيكي. كثير منا لا يتيسر له الزواج أحيانا، لا يتيسر له العمل، لا يتيسر له شراء بيت، لا يتيسر له الشفاء من مرض. كلنا نطلب التيسير، ولكن ربما معظمنا يغفل عن هذا الدعاء، أنه ينبغي عليك أن يكون صدرك منشرحا بذكر الله، لأن نظرتك للحياة ستتغير، نظرتك للأمور ستختلف تماما، سوف ترضى بما قسم الله لك. بعض الناس تأخروا عن الزواج بسبب أنهم لا يرضون بما قسم الله لهم، لا يعلمون أين الخير، لا يسلمون أمورهم إلى الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله، تذكروا هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا موسى، وأن تدعو به دائما ولا تنسوه من أجل تيسير كل الأمور بإذن الله. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.